ولدك يا أبا محمد يخرج كل يوم يحمل حباله ومساطره وفرجاله ولا يعود إلا مع الغروب. ولدك شغوف يا أم محمد، ومن أخذه الشغف لن يرده أحد. شغوف بماذا يا أبا محمد؟ شغوف بالعلم، لو قيض له لأشاد الدور والقصور والقناطر والمساجد كأبدع ما يكون، ولكن لا حيلة لديه. أي علم هذا الذي يفتنه ليقيم الدور والقصور؟ علم اسمه الهندسة. الهندسة؟ بلى، الهندسة هي خطوط تثلث وتربع، دوائر ومنحنيات، شاهدته يرسمها فأقول له ما هذا؟ فيقول هذا أساس للقصر. ثم شاهدت رسما آخر فأقول له ما هذا؟ فيقول هذا أساس لمسجد. وثالث فيقول هذا أساس لقنطرة على النهر. وما علاقة الرسم بالإشادة؟ عندما يعود ولدك اسألي. أما زال هناك الكثير من العرائض يا شكر؟ أصحاب الحاجات كثر والعرائض كثيرة يا مولاي، ثم أنني لم أقدم لك عرائض أرباب الدولة وال... دعني سأرتاح قليلا ثم أنظر بها. لكن يا مولاي، ماذا قلت لك؟ يا مولاي إنها... يا حاجبنا! يا مولاي ستسهر الليل بطوله لتنظر بها. اذهب عني، اذهب عني، سأنظر فيها فيما بعد. هيا. أمر مولاي. مرحبا يا محمد. أهلا بك يا نوران. ماذا تفعل هنا؟ كل يوم أعود من النهر فألتقيك. لعلها الصدفة، فأنا أخرج كل يوم إلى الخلاء. وماذا تفعل في الخلاء؟ لي نظرة في الهندسة والفلك، هنا لا يزعجني أحد. أقوم بتجاربي وأرسم الأبعاد مثلثات ومربعات. أنا أحب الهندسة جدا وأهوى الرسم. وهل رسمت شيئا اليوم؟ نعم نعم، رسمت بيتا بدأت به ولكني لم أنهي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وصف أعرابي قط وتمنيت أن أراه إلا عنترة. ولماذا تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى عنترة؟ عنترة يا مولاي كان يتمثل الكثير من القيم الجاهلية التي أبقى عليها الإسلام وأقرها، ومن أهمها تمجيد الحرية والانتصار للإنسانية. ولقد كافح كثيراً للانتقال من العبودية إلى الحرية. وأهم ما في الأمر يا مرام أن انشغاله بالسيف لم يلهيه عن الشعر، فقد كان من فحول شعراء الجاهلية. إن الواقف على سيرته لا يعجب من امتلاكه لهذه السلاسة والرقة في القصيد، بالرغم من صلابته وشدة بأسه في الحرب. بالتأكيد يا مولاي، فسيفه لم يكن سيف الظلم، وإنما كان مسلطا على الأعداء، مرفوعا في وجه الرذائل، منذورا للزود عن الحياة. وهذا السيف العادل لا يذكر إلا بالحب. أليس هو من قال: ولقد ذكرتك والرماح نواهل، مني وبيض الهند تقطر من دمي، وددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. هو بيت من طابقين، عريض الباب عالي العمل، له أقواس فارسية وطبقات بديعة،
مفضض ومذهب ومرصع بالقاشاني الساحر. ليس فيه حديقة؟ بلى، له حديقة فسيحة فيها أشجار جميلة ونافورة ترش الماء، يسبح فيها البط وأزواج غريبة من العصافير وعصفور هندي يغرد طوال الوقت، صوته أجمل من أي عزف سمعته أذن، فيه غرف كثيرة مليئة بالأواوين والطنافس والخدم والرياش، لا ترفع الأطعمة الشهية والفاكهة والحلوى عن موائده، وقد جعلت فيه طابقا ثانا لا يدخله أحد إلا أنا. وحدك؟ أنا وحبيبة القلب، حارقة الروح، شاغلة الفؤاد. هذا بيتك أم بيت عضد الدولة؟ بيتي. يا لسعدي من يكون بيتها هذا البيت. لا أعرف من أحق بك، الملك والسلطان وأحوالهما، أم مرام يا ابن بويه؟ هذا أول فساد الملك. يا شكر، قل الحقيقة، لقد سيطر القواد من عجم وترك على دار الخلافة، مما أضعف سلطان المسلمين العرب، وما أظن أن الخلافة العباسية تعود إلى مجدها ما لم يقم العرب بإعادة الهيبة للخلافة، ويعود الخليفة العباسي السيد المهاب الذي لا يرد له أمر. أما هكذا فالأمور إلى زوال، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وما الذي يميز عنترة عن غيره من الفرسان غير الذي ذكرت من العذوبة في اللسان والرقة في القلب؟ ما يميزه يا مولاي ما هو أهم من ذلك، فهو لم يكن يقاتل من أجل كسب أو غنيمة، وقد قال في هذا المجال: يخبرك من شهد الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. سيدي نريد يا بني يا سيدي نريد مراحة أي سلطان نريد مراحة. صدر صدر لماذا تصرخون هكذا؟ أتظنون أن السلطان ليس لديه سواكم؟ هيا، عندما تخرج العرائض سنطلبكم. انصرفوا، هيا انصرفوا، هيا. ما بالك يا مولاي؟ ما بالك أيها السلطان؟ ليست هذه من عوائدك. لا حول ولا قوة إلا بالله. آه لو كان لي إمكانية تحقيق أحلامي، كنت سأبني هنا مدينة شاسعة متسعة الشوارع، تنتشر الحدائق في أنحائها. هنا السوق المظلل بمظلة من السعف وخشب الورد، تغدق فيه النوافير وتنتشر الأشجار الصغيرة. وهناك في تلك الزاوية سأبني بيتنا الفسيح المعطر بأريج الورد والحب. آه يا نوران، آه لو أن الدنيا تسلس قيادها ونكون معا زوجين متحابين طيلة الحياة. حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلومني اللوم.
ماذا تفعل يا بني؟ أرسم كما ترى. جئتك بهدية. هدية؟ ما هي؟ أتاني بها راهب لي عنده يد بيضاء، كتاب ترجمه عن اليونانية العالم ثابت بن قرة. ثابت بن قرة؟ هذا شيخنا، قد تربينا على ما تركه لنا من مؤلفات ومترجمات. ما اسم الكتاب يا أبي؟ خذه يا بني، قالني الراهب خذه لولدك سيفرح به كثيرا. أي والله يا أبي قد أفرحتني، إنه كتاب المعطيات في الهندسة لإقليدس اليوناني. لا حرمت عطفك ومحبتك يا أبي. كنت أود أن أسهر معك وأسمع منك وأسمر، لكني دعيت إلى جارنا أبي الورد. أبي الورد؟ لما؟ لخطبة وكتب كتاب. خطبة لمن؟ لولده؟ بل لابنته نوران. أتذهب معي؟ لا يا أبي، لا، بل سوف أرسم وأرسم وأرسم. لا ترهق نفسك يا ولدي، ما تزال الدنيا بين يديك، ارفق بنفسك. نوران، لمن سأبني ذلك البيت وأرفع العمد وأطلق العصافير والنوافير؟ لمن؟ لمن؟ هكذا إذن ضج أصحاب الحاجات وقالوا ليس ذلك من عادة سلطاننا. بلى يا مولاي، وثمة من قال إن هذا أول الفساد، وخاصة أن العامة والخاصة يلهجون بمراعاتكم للأعمال. خذ تلك الجارية وبيعها لأول نخاس تلتقيه، تخلص منها. لكن يا مولاي شكر، هل تراجعني يا شكر؟ ليراجعني سيف إن راجعتك. وحدك تسير إلى بغداد، أما تخشى قطاع الطرق؟ أما تخاف من السير وحدك؟ ولما أخاف يا أمه، ولما أخاف؟ وماذا أحمل معي كي أخشى من قاطع طريق أو فاجر متبطل؟ إن هي إلا صرة ثياب وبعض كتب ومساطر ومخططات هندسة. يا محمد يا ولدي، أنا لست ضد سفرك إلى بغداد، في بوزجان لن تنفع بعلمك، ولكنك ما تزال غضا طريا. يا أبي، قد بلغت من العمر ما بلغت، وليس لي مستقبل هنا في بوزجان، فادع لي أنت وأمي بالتوفيق، وإذا ما فتح الدهر ذراعيه لي فسوف أعود وأبني لكم دارا ليس في بوزجان مثلها. وفقك الله يا بني. لا تطل غيابك يا بني، كم سأشتاق إليك. قل لي يا أبي، متى ستتزوج ابنة أبي الورد؟ لا أدري يا بني، لا أدري. مرام، اسمعي يا مرام، لقد أمرني مولاي بأن أخذك وأبيعك. ماذا؟ ماذا فعل؟ ماذا جنيت؟ لم آتي بأمر يغضب مولاي. يا مرام، إنه أمره وأمره لا يرد، ولكن لك عندي يد سلفت وسأردها لك. يبيعني؟ لما يا سيدي؟ لما؟ لا تقلقي يا مرام، سأخذك إلى بيتي تنامين مع حرمي، لقد رأيته غاضبا وأنت تعرفين مولاك عندما يغضب. لا تقلقي، سأنظر غدا إذا هدأ وأخبره أنك في بيتي. هيا هيا الآن.
آه، لم يعد لي في بوزجان مقام. صار حالي معك يا نوران مثل حالي أبي العتاهية مع عتبة. قطعت منك حبائل الآمال وحططت عن ظهر المطير حالي، ووجدت برد اليأس بين جوانحي، فغنيت عن حل وعن ترحالي. طبل وزغاريد لكأنها تطردك من بوزجان يا ابن يحيى. شكر يا شكر. أمرك مولاي. هل تخلصت من الجارية مرام؟ كما أمرت يا مولاي. ليتك لم تفعل، لقد كنت مخطئا. وأنا نفذت لأني لم أعهد الخطأ منك يا مولاي. اجلس شكر. ليتني لم أطلب وليتك لم تلبي. كانت جارية لبقة الحديث، عذبة الصوت، لطيفة المعشر، تحفظ الكثير من القصائد والطرائف. أشتاق إلى جلساتها يا شكر. الله وحده يعلم ما يخفى عنا من حالها، ووحده يقدر ويفعل ما يشاء. تضحك؟ ماذا دهك يا شكر؟ أيضيرك فراقها إلى هذا الحد يا مولاي؟ لقد كنت أظن أن النسيان تمكن منك فلم تعد تخطر ببالك أبدا. لم يزدني البعد إلا ولعا بها مولاي. ماذا يا شكر؟ هل يبقى رأسي على عنقي إن اعترفت لك بشيء أخفيه عنك منذ مدة طويلة؟ إلا الخيانة. معاذ الله يا مولاي، معاذ الله أن أخون ولي نعمتي، فأنا لم أفعل إلا ما ترغب. قل يا شكر وعليك الأمان. مولاي، لم يطاوعني قلبي أن أتخلص من الجارية فأبقيت على حياتها. ما أحسن ما فعلت يا شكر. وأين هي الآن؟ إنها في مأمن، في مأمن يا مولاي، تعيش مع أهلي معززة مكرمة. هاتها فورا وابعث بها إلى مقصورتها حالا. أمر مولاي. هيا. إذن فقد أصابتك الخسارة في فارس. بل لم أبع شيئا، لا في دكان صاحب ابن عباد ولا في طاق مؤيد الدولة، فبضاعتي لا أحد يشتريها. ولماذا؟ تراك تبيع الخز؟ بل أبيع الملح والحكاية والطرائف ولا أحد يشتري. جمعتنا البادية منذ مدة ولم أتعرف عليك بعد. أنا أبو حيان التوحيدي، وأنت؟ أنا محمد بن محمد بن يحيى، الملقب بأبي الوفاء البوزجاني، ذاهب إلى بغداد لأنهل من علمها ومكتباتها وعلمائها، لنظرة في الحساب وخصوصا الهندسة، فهل لك في صحبتي؟ نقطع الطريق بالمليح، ها قد قطعنا 3/4 الطريق. وكيف؟ الصحبة الحلوة 3/4 الطريق. صدقت
صدقت يا أبا حيان. إلى بغداد إذن. هيا بي. وهكذا جئت إلى بغداد ونهلت من علومها وعلمائها. بغداد عاصمة الدنيا في الثقافة والعلم والغنى والسياسة. اتسعت معارفي وعلت مكانتي وتبحرت في العلوم الفلكية والرياضية، الهندسة والجبر والحساب، وصار لي أصدقاء وخلان يحبونني ويحضرون مجالسي، بل صار أبو حيان التوحيدي ملازما لي، ولعل من أطرف وأملح وأمتع الناس الذين عرفتهم في حياتي هو أبو حيان التوحيدي، الذي لا يقل عن الجاحظ في براعة الأسلوب وجمال السرد وقوة الحافظة وسحر المجالسة والمؤانسة. جئت يا شكر. بين يديك يا مولاي. ليتك لم تطعني يا شكر. فيما يا مولاي؟ في أمر مضى عليه زمن طويل، يوم أعدت ألححت عليك بأن تتخلص من الجارية مرام. والله يا مولاي لم يزل صوتها يرن في أذني وهي تصرخ: مولاي مولاي يا مولاي. كفى كفى يا شكر. أمر مولاي. الصرف، دعني وحدي. كما تشاء يا مولاي. أنت صرت غنياً ولا يغلق باب دونك، وابن العارض لا يصبر عنك. أما أنا فماذا أقول؟ ماذا أقول عني؟ أنا أقول نيابة عنك، اضحك اضحك يا أبا حيان، تضحك الدنيا لك. دعك من الوساوس والتطير. أضحك الناس وأفرحهم وأنا أتضور جوعاً، أكافح في التأليف والوراقة والنسخ، وأجوب الأقطار كلها، وأقصد الأمراء والوزراء، فلا أحظى بطائل. أعيش على نحو 40 درهما في الشهر، فماذا تكفيني وتكفي عيالها؟ حتى جمل يتعب ولم يعد يصلح لشيء. وانظر إلى ثياب هذه. أما الجمل فلك مني جمل بما يحتاج، وأما الثياب فلك مني ما يكفيك وأهلك وما أتى درهم في الشهر. ألا تصنع لي معروفا يا أبا الوفاء؟ ألا أصنع لك معروفاً فيما أعرض عليك؟ هات قل لي. صلني بأبي العارض هذا الثري المثقف، وهو من رجالات بني بويه. أنا أعرف أنه مقرب جداً من صمام الدولة، ابن عضد الدولة، رجل بني بويه الكبير. وماذا تريد منه؟ سأروي له الحكاية والطرائف حتى لا يصبر عني. حسناً سأفعل. إن مجلسه ينعقد اليوم وسآخذك معي، ولكن عندي شرط. هات شرطك. تكتب مسامراتك معه ولا تضيع منها شيئا. سأفعل. حسنا سأوافيك إلى بيتك ونذهب إليه سويا. هل تريد مني شيئا يا مولاي؟ لك عندي هدية وبشارة. هدية وبشارة؟ وما هما يا مولاي؟ سأخبرك عندما أعود من مجلس ابن العارض. أهلا بكما. أهلا بك يا أبا الوفاء. أدامك الله يا سيدي. هذا صديقي أبو حيان التوحيدي. أنت وضيفك على الرحب والسعة. قل لي يا أبا الوفاء، إلى أين وصلت في أبحاثك الرياضية؟ وصلت إلى شيء جديد لاستخدام القواطع ونظائرها في قياس المثلثات والزوايا، كما أنني أتابع أرصادي من مرصدي الصغير فوق سطح بيتي في الكرخ، وما زلت أتابع أبحاثي في المثلثات الكروية.
فقد سبعت الدائرة وأضفت كثيرا إلى عمل معلمنا ابن قرة والخوارزمي وبعض علماء اليونان. هذه والله هي المعرفة، بورك ببطن حملك يا أبا الوفاء. أرغب ببناء بيت لا نظير له في بغداد، يقع على نهر دجلة، ولكنني أريده بهندسة لم تسبق. إنه عندي يا سيدي، فقد حلمت منذ زمن بعيد ببيت، وقد صورته بهندسة أنيقة مثقفة مترفة، سأتيك به غدا وأتمنى أن ينال إعجابك. أنتظره منك غدا، فأنت أمهر من رسم وهندس في زماننا هذا. ولكن لم تقل لي يا أبا الوفاء، ماذا يعمل صديقك أبو حيان؟ هل يعمل معك في الهندسة والفلك؟ صديقي أبو حيان لا علاقة له بالهندسة، وإذا أردت إنصافه فإنني أقول إنه جاحظ زماننا، ولكن لا حظ له. لقد أسعدتنا به والله، أهلا أهلا بك يا أبا حيان. بل أنا الفرح الشكور يا سيدي، وطالما تعلقت ببابك، أي تكريم خصني به صديقي البديع ودرة زمانه أبو الوفاء بإيصالي ببابك، ووصلني بأسبابك، وقد نصحني للتعرف بمجلسك، وأنا لنصيحته سامع مطيع، فمن لم يطع ناصحه بقبول ما يسمع منه، ومن لم يملك صديقه كله فيما يمثله له ولم ينقد لبيانه فيما يطلعه عليه، ولم يرى أن عقل العالم الرشيد فوق عقل المتعلم البليد، فقد خسر حظه في العاجل، ولعله أيضا يخسر حظه في الآجل، فإن مصالح الدنيا مفقودة بمراشد الآخرة، فالداران متفقتان في الخير المغتبط به والشر المندوم عليه، وإنما يختلفان بالعمل المتقدم في إحداهما والجزاء المتأخر بالأخرى. أجزانا وإياكم خير الدارين. لا فض فوك يا أبا حيان، لا فض فوك. أية تحفة أتحفتنا بها يا أبا الوفاء. هذا بعض مما عندكم يا سيدي. هدية وبشارة، ماذا يريدوني سيدي؟ بماذا سيتحفني وبماذا سيبشرني؟ لا بأس، إني أنتظرك يا سيدي. ترى أتعرف ما أكنه لك في قلبي؟ وأنت لاهن عني بمثلثاتك ودوائرك ومربعاتك وخطوطك ومرصدك، ألست أشهى لك من تلك الكتب التي تملأ بها دارك؟ كتب كتب في كل مكان. سأنتظرك أيها المهندس. خذ هذا الكيس أمانة من ولدك، فيه 500 دينار، فإن نقص دينارا واحدا فهو لك مضمون عندي، وأنا من بوزجان. إن كنتم تريدون أن ترسلوا له شيئا أيا كان أنا أرسله لكم. بارك الله بك يا بني، ألا تجلس وترتاح من وعثاء السفر؟ بارك الله فيك وبأهلك، إن عندي شغلا كثيرا لا أستطيع أن أتأخر عليه. أخبرني عنه يا ولدي. إن ولدك يا خالة درة لا ينسد في وجهه باب. ألم يتزوج؟ ألم ينجب؟ لا أعرف، دعوني أذهب. ألم تقل لي يا سيدي في الأمس أنك ستقدم لي هدية وتبشرني بشارة؟ بلى يا بوران، أما الهدية فهذه هي. هل أعجبك؟ هذا لي، هذا يليق بملكة. وأنت ملكتي. والبشارة يا سيدي؟ أما البشارة فهي أنك ستكونين حرة منذ الغد لوجه الله تعالى. ولن أكون جارية؟
لا يا بوران. أين سأذهب بحريتي يا مولاي؟ فليس لي في الدنيا سواك. إن وافقتي فسوف تكونين زوجتي الحرة. تتزوجني يا مولاي وأنت جليس الملوك والسلاطين والمهندس العبقري؟ أنت تهندس لهم قصورهم وهم يهللون لك كأنك أمير أو وزير، وأنا... دعك من هذا يا بوران، هل تقبلين بي زوجا أم لا؟ متى تطيب الدنيا يا أبا حيان؟ سئل الحكيم اليوناني ديوجانيس مرة عن هذا السؤال فقال: تطيب الدنيا إذا تفلسف ملوكها وملك فلاسفتها. لا يا أبا حيان، إن الفلسفة لا تصح إلا لمن رفض الدنيا وفرغ نفسه للدار الآخرة، فكيف يكون الملك رافضا للدنيا تاركا لها وهو محتاج إلى سياسة أهلها والقيام عليها باجتلاب مصالحها ونفي مفاسدها؟ هذا رأي ديوجانيس، ولا شك أن رأي سيدي أصح وأكمل. أنت تجاملني يا أبا حيان. كيف لا أجاملك وقد نقبت خفي في التردد عليك واتصلت بأسبابك بهمة صديقي أبي الوفاء المهندس. ماذا تقرأ يا سيدي؟ إنه كتاب أوكليدس اسمه أصول الهندسة، وهو يحتوي على 465 نظرية بالإضافة إلى المسلمات الخمس. علمني يا سيدي الهندسة. ولما يا بوران؟ أحب أن أقترب مما تعرف ومما تعلم، علمني كيف تهندس. إذن اسمعي، في الهندسة مسلمات خمس عامة، وهي: الأولى أن الأشياء المتساوية إذا أضيفت إلى أشياء متساوية كانت النتائج متساوية. أما الثانية فإن الأشياء التي تساوي شيئا واحدا متساوية. والثالثة إذا طرحت أشياء متساوية من أشياء متساوية كانت النتائج متساوية. أما الرابعة فهي أن الأشياء المتطابقة متساوية. والخامسة والأخيرة أن الكل أكبر من الجزء. أكمل يا سيدي. أما المسلمات الخمس الخاصة فهي: يمكن أن يمد مستقيم من أي نقطة إلى أي نقطة. والثانية يمكننا أن نمد خطاً إلى ما لا نهاية. والثالثة يمكننا أن نرسم دائرة من أي نقطة وبأي نصف قطر. رابعاً إن الزوايا القائمة متساوية. خامساً إذا قطع قاطع مستقيمين فكانت الزاويتان المحصورتان بينه وبين المستقيمين في إحدى الجهتين أقل من قائمتين، فالمستقيمان لابد يلتقيان إذا مدا في كلتا الجهتين. هذا أول درس في الهندسة، فهل فهمتي شيئا؟ فهمت أن الأشياء المتساوية تساوي أشياء متساوية، واكتشفت أنها مسلمات خاطئة. ها أنت قد تفوقت على إقليدس، ولكن كيف؟ أنت في الشكل تساوي رجلا مثلك، أما عندي فتساوي الدنيا بما فيها. هذا حب هندسي. بارك الله لك يا سيدي الوزارة، فأنت والله لها ولموقعها الخطير أهلا وسدا. تسد بك الثغور وتشد بك، ولا أقول إلا ما قاله الشاعر:
لازلت تنشر أعياداً وتطويها، تمضي بها لك أيام وتثنيها، مستقبلاً زينة الدنيا وبهجتها، أيام عزك لا تفنى وتغنيها، ولا تقضت بك الدنيا ولا تبرحت، يطوي لك الدهر أياماً وتطويها. لا فضفوك، ولكن أنت لست أشجع السلمي ولا أنا الرشيد. لا أدري كيف أحل عقدة كيسك التي انفلتت على الناس وعقدت دوني. هل قلت شيئا يا أبا حيان؟ ربما قال لنفسه ما أسعدني بوزارة ابن العارض. لا، قال شيئا أدركته. لن تخرج من هنا يا أبا حيان إلا وأنت راض. كيف لم تنتبه إلى هذا يا أبا موسى؟ وجدتها، وجدتها. ماذا وجدت يا سيدي؟ المعادلة. أية معادلة؟ وجدت المعادلة التي تحل علاقة المعادلات للجبر بالهندسة. لقد تفوقت على أبي موسى الخوارزمي، حللت المعادلة التي عجز عنها كل العلماء من قبلي، لم يتوصل إليها أحد سواي. قل لي بحق، ماذا يفيدك كل هذا؟ يا بولان، لن تتطور الدنيا إلا بهذا العلم، أي بالحساب وبالفلك. فالحساب هو الذي يفتح الذهن على المجرات، فهذا علم مجرد نضع به الفرضيات ونثبتها. إذا كنت أبني قنطرة وكانت فوق نهر عال وصعب لا أستطيع بناءها بالمعارف المعلومة، أضع فرضية وأبحث فيها حتى أصل. وكذلك علم المثلثات والدوائر، كيف نرفع الماء من بئر، كيف نسيله في قنطرة متعددة الارتفاعات، كيف نشيد قصرا أو حماما. كل هذا الهندسة؟ هذه علوم الدنيا القادمة يا بورا. لقد نجح صديقي أبو الوفاء محمد بن محمد بن يحيى البوزجاني أيما نجاح، وامتد به العمر حتى بلغ 60 أثناء حكم بني بويه، وصار نجما من نجوم بغداد. وهنا لابد أن أخبركم أنني وضعت كتابي الإمتاع والمؤانسة بناء على طلبيه وإلحاحه. صديقي أبو الوفاء البوزجاني المهندس الفذ عالم الرياضة الألمعي كان قد ابتكر حلولاً عديدة سبقت الخوارزمي وثابت بن قرة والتباني، وكتب الشروح لكتاب ديوفانتس اليوناني والمجسطي لبطليموس ولهندسة إقليدس، جامعاً بين المنهاجين الهندي واليوناني. بلى، لقد صار أبو الوفاء أحد أشهر الأئمة في علم الهندسة، وله فيها استنتاجات غريبة لم يسبق إليها أبداً. فهو الذي حل معضلة الكسور الاعتيادية، وكان قد ابتكر طريقة جديدة في حساب جداول الجيب. ليس هذا فحسب، بل إنه قد ألف كتباً عديدة، أهمها كتاب في علم المسطرة والبركار والكونيا، وكتاب فيما يحتاج إليه الكتاب والعمال من علم الحساب يبحث فيه في علم الرياضة البحتية والمعاملات اليومية بين الناس في المقاييس والمكاييل، البيع والشراء ودفع الأجور وما إلى ذلك، وكتاب فيما يحتاج إليه الصانع من عمال الهندسة، وآخر في علم الحساب، وكتاب الكامل الذي يشبه كتاب المجسطي في علم الفلك، وآخر في علم المثلثات الكروية، وآخر في الأشكال الهندسية عموماً. وبلغت كتبه ما لا يقل عن 24 كتاباً في الهندسة والحساب والرسم والتطبيقات الهندسية وعلم الفلك، وصار علماً ثرياً في بغداد بل في الديار الإسلامية كلها. أما أنا أبا حيان فلقد طوفت واستعطفت وتذللت، لكن بضاعتي لم تجد رواجاً، ولم أجد إلا العقوق والفقر،
لذا جئت إلى هذه البادية وها كتبي. إن الزمن للعلماء وليس للأدباء، لذا قررت حرقها.